السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في تعالى بقى نقعد مع بعض ونشوف احنا هنركب الاسك ازاي وهنركبه في القطعه العلويه ازاي. دي زي ما قلت لكم طبعا نقول بعد بسم الله. ليه؟ لان احنا وقفنا الفيديو هناك لان العنايه اتعدى اكتر من 14 دقيقه. هنبدا بقى نحبس الاسك في الكمر ونعمل ايه ونشوف احنا هنعمل هنركبه في الجزء العلوي. اول حاجه طالما اتكلمت عن كلمه حبس حاجه في حاجه يبقى لازم هغير الدواسه، ماشي؟ يبقى انت لازم تكون عندك الدواستين بتوع السوسته السحريه سواء الشمال او اليمين. الشمال او اليمين ايه بننسبها ازاي؟ الثقب اللي هنا ده كده، بص اهو ده كده، باصص ناحيه ايد الشمال فبسمي الدواسه دي الشمال، ماشي؟ والثقب اللي هنا اهو بص ناحيه ايد اليمين يبقى الدواسه دي يمين، تمام؟ انا بستخدم ايه؟ اي واحده منهم، ماشي؟ فانا بحب استخدم ايه؟ الدواسه الشمال في الحبس بالذات بتاع الاسك. تعالى انا فكين الدواسه الاساسيه، خلي بالك كويس اهي، ماشي؟ الدواسه الاساسيه وركنها على جنب كده واروح مركب ايه الدواسه اللي هي النص رجل دي احنا بنسميها ايه؟ نص رجل اهي، واربطها كويس عشان مش وانا شغال تروح فلتة مني، تمام يا جماعة؟ اهي تمام. هاجي بقى ادي القمر معايا وادي ايه الاستك، هروح حاطط الاستك اهو في النص كده اهو، واروح قافل حبس جوه اثبته الاول من هنا كده اهو، نقول بسم الله. بحبس بقى ازاي؟ ادي الاستك اهو جوه، ماشي؟ والدواسه ماشيه، اوعى تخلي الدواسه تدوس على الايه؟ على الاستك. كده الاستك جوه القمر اهو. تمام؟ اهو. ماشي؟ وانا ماشي ببدا ايه؟ اشد الاستك معايا. بص بقى ادي الاستك ابدا ايه؟ اشده اهو. كده يبان لي اذا كانت الدواسه دست عليه ولا لا. ما هي لو دست عليه مش هيتشد معايا، لانه خلاص ثبت في منطقه في القمر. يبقى دي اول مرحله من مراحل ايه؟ الجيبه الادوار اللي هي المرحله العلويه بتاعه الجيبه. شرحناها ازاي ان انا اشتغلها. شوف ادي القمر بدا ايه اول، ماشي؟ لغايه ايه؟ لغايه نهايه الجزئيه اللي احنا عملناها. احنا واخدين دي قد دي بالظبط، واركبها دي، وبعد ما اركبها اعمل ايه؟ اعملها اوفر، ماشي؟ وممكن ما اعملهاش اوفر لسبب ان انا هعمل ايه؟ هركب بطانه، فالبطانه هتنضف الكلام ده. ليه؟ لان الجيبه اللي قدامي دي جيبه بيضه، مهما كانت تقل الخامه هتشف، مهما كانت ايه؟ تقل الخامه نفسها هتشف، فلازم لها بطانه، لازم لها بطانه. البطانه بتاعت الخامه ديت ما ينفعش اجيبها من خامه السريه اللي هي بنسميها الحرير اللي احنا ايه بنعملها للجواكت. ليه؟ لان الجيبه نفسها كشكشه وفيها ليكرا، فايه لازم الخامه اللي ابطن بيها تكون ايه برضو ليكرا زيها، لازم تكون ليكرا زيها. فبجيب لها ايه؟ الروزيتا. روزيتا المتر بتاعها اصلا، يعني اول ما طلعت الروزيتا دي كانت المتر بتاعها ب 15 جنيه، وصل دلوقتي 30 جنيه، يعني كل حاجه زادت زياده زي ما بقول لك غير متخيله، لان مفيش سيطره على ايه؟ على سوق المبيعات، كل واحد بيشتغل بمزاجه. وزي ما قلت لك واتكلمنا ان العميل هو المضرور الاول والاخير في الخام في الحاجه زي كده.
لان انا زي ما هجيبها غاليه طبعا هغلي الصنعه بتاعتي كده. انا خلاص وقفت اهو. بص بقى كده الاسلك بقى ايه اهو جوه القمر كده تمام. هاجي اروح جاي بقى ايه مركبه في دي اللي هي الجزئيه العلويه اللي احنا عملناها. برضو انا ما زلت ايه شغال بالايه بالدواسه النص رجل. طبعا اهو خلاص بقى انا عارف ان القمر ايه قد الجزئيه دي اهي اهو. لو انا مش هعمل بطانه هعمل الكلام ده اوفر تمام. هركب بطانه خلاص انا مش محتاج ايه ان انا اعمل الاثنين دول اوفر مع بعض. مش هننسى ونقول ان القمر ايه مش هيزود طول الزيبة معايا. القمر بيطلع لفوق ما بينزلش لتحت. يعني ده مش داخل معايا في زيادة طول الزيبة. بص يا سيدي ادي القمر قفل معايا على ايه على الجزئيه نفسها خلاص كده. الجزئيه العلويه بتاعه الجيبه اهي اتعملت. الجزئيه العلويه بتاعه الجيبه معايا اهي اتعملت تمام. التقفيل هيكون مين هيكون ايه في الخلف كده تمام. انا على فكره كل ما زود الخياطات على الاسلك كل ما الاسلك ايه يهدى معايا يعني الشده بتاعته. يعني انا لو اديت خياطه للاسلك هنا في النص خلاص كده انا مش محتاج الدواسه على فكره تمام. فبشيلها وهدي خياطه في نص الاسلك قدامك عشان الاسلك ما يقلبش. يعني ايه ما يقلبش؟ اقولك ربطه الدواسه بتاعتي برضو جامد ماشي. الاسلك ما يقلبش او يبرم جوه القمر. فبديه ايه خياطه من هنا. على فكره الاسلك دوت ليه مكنه مخصوص تتركب بيه اسمها مكنه اسلك. بس الكلام دوت لو انت هتشتغل شغل جاهز فلازم المكنه دي تكون عندك. لازم المكنه دي تكون عندك لو انت هتشتغل شغل جاهز. مكنه مش رخيصه. مكنه ما بتقلش. المستعمل منها عن 18000 جنيه. ده كانت الأسعار العادية قبل ما الايه ما الأسعار تولع معانا ماشي. بص بقى انا بمشي ايه كده خلاص اهو ثبت بس شوية كده اهو في الراحة. بعد كده ايه ماشي في النص بالظبط عشان اثبت الاسلك معايا. وزي ما قلت لك كل ما زود الخياطات في وسط الاسلك كل ما الاسلك ايه شوف اهي تمام كده. شوف انا بروح عامل ازاي اهو شادد دي كده اهي ورا وقدام عشان اظبط الخياطه في النص بالظبط. بفتح اهو واروح شادي للاسلك كده كده. انا ثبت الاسلك جوه القمر. ماشي يا جماعه كده خلاص اول جزئيه من الجيبه اتعملت من فوق تمام. تعالى بقى نصمم الجزئيه الثانيه. بس بناء على ايه بقى اصمم الجزئيه الثانيه؟ اول حاجه ماشي شغل الدواسات يا جماعه مهم جدا جدا. مش مساله ايه حاجه يعني فانتازيه او ده او دوت او زياده. دي دواسه الايه دواسه الكشكشه. دي دواسه الكشكشه اهي فيها المسمار دوت هو اللي بيتحكم معايا في الكشكشه. اما كل ما افتحه كل ما الكشكشه تقل معايا. كل ما اقفله كل ما الكشكشه تزيد معايا. فدي دواسه بالمسمار ده ودي دواسه الكشكشه برضو. دي الدواسه المصمطه
ودي بتبقى احسن ماشي. بس ايه التحكم في كشكشه دي؟ بيبقى عن طريق العيار اللي موجود في المكنه هنا، ممكن ما يكونش باين في التصوير، بس العيار اللي هو ايه بقفله هنا، عيار الفتله. والمكنه اللي انا شغال فيها بعيارين، عيار هنا وعيار هنا، تمام. فانا بشتغل بالدواسه ديت اهي عشان ايه اقدر ايه اتحكم فيها اكتر ماشي. انا بحق يعني الدواسه دي لو الخامه اللي معايا ناشفه زي جينز زي تيل زي صوف، اشتغل بالدواسه دي المصمطه ماشي، دي كده. لو الخامه اللي معايا طريه زي كده اشتغل بالدواسه دي ماشي. هركب الدواسه بتاعت الكشكشه اهي واقفلها كويس برضو. هجيب بقى الحته ايه اللي انا قلت لكم عليها الربع متر دوت، عشان اعرف هو الكشكشه هتصفي معايا على كام، تمام. يعني انا هاجي اروح جاي كده، انا لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بالعيار، انا هشوف الدواسه هتكشكش معايا ازاي اهو وهوريها لك. ادي شايف كميه الكشكشه اهي، تمام. الربع متر ده صفى معايا على كام اهو، نقيسه كده هلاقيه صفى معايا على 20 سنتي. يبقى الكشكشه هنا كانت كام؟ 5 سنتي بس، تمام. يبقى المتر هيخس معاك قد ايه؟ 20 سنتي. يبقى المتر هيخس معاك 20 سنتي لو انت اشتغلت بالنظام ده. طب ماشي، الكشكشه انا عايز ازودها عن كده، تمام. هروح جاي قافل بقى ايه، مشتغل بالعيار. انا عرفت كده الدواسه مدياني قد ايه. طب تعالى نشوف بقى كده اهو. يبقى اذا الكشكشه اولا واخيرا، محدش بقى يسالني بقى انا هكشكش قد ايه او اعمل قد ايه، انت مخير في المساله نفسها. انا كده قفلت، بدات اشتغل بالعيار اهو معايا ماشي. شوف الدواسه الكشكشه هتبدا تزيد معايا، تمام. ادي الكشكشه معاك اهي، شايف الزياده بقت شكلها ايه. كان الربع متر اللي دوت بقى صفى معاك كام؟ صفى معاك 15 سنتي. يبقى اقل قد ايه؟ 10 سنتي. يبقى المتر هيقل معاك قد ايه؟ 40 سنتي. عرفت؟ يبقى انت تقدر تتحكم في الكشكشه، تقدر تتحكم في القيمه اللي انت عايزها من خلال ايه؟ شغل العيارات اللي هنا، تمام. ده صفى معاك كام؟ 15 سنتي اهو. طب انا فتحت شويه تاني وهكشكش، هشوف هيصف معاك. يبقى ما تقوليش بقى انا هاخد دي مقاسها قد ايه ماشي. اهي الكشكشه قلت شويه، ها اداك كام؟ اداك حوالي داخل على 17 سم ونص ماشي. يبقى الربع متر قل قد ايه؟ قل 7 سم ونص، 7 سم ونص. يبقى النص متر هيقل معايا قد ايه؟ هيصفي معايا كام في الوقت ده؟ على 35 سنتي. يبقى المتر هيصفي معاك على كام؟ على 70 سنتي، عكس المره اللي فاتت صفى معاك على 60 ومره صفى معاك على 80 ماشي. هبدا بقى اقص. يبقى انت دلوقتي، انا لو اشتغلت بالنظام ده هاجي اشوف انا دلوقتي ديت كانت معايا كام؟ اهي دي الجيبه نفسها من الجزئيه دي بقى بعد ما خلاص القمر، دي كانت معاك كام هنا اهوت؟ معاك هنا اهوت في حدود 65 سم يعني 130. فانا عايز الجزئيه دي بعد ما كشكشها تصفي معايا على 130. تصفي معايا على ايه؟ على 130 سم. يبقى انت هتاخدها قد ايه؟ على النظام دوت اذا كان المتر هيقل معاك قد ايه؟ 30 سم. ها انت عايز ان اهوت 130. انت لو هي متر، لو دي متر هتاخدها كام؟ هتاخدها متر و30 سنتي عشان تصفي معاك المتر، عشان تصفي معاك المتر، تمام. طب لو هي زياده عن كده، انت واخدها هنا 130، طب ال30 سنتي الباقيين دول ماشي، يبقى انت عايزهم قد ايه؟ عايزهم على الاقل 40 سنتي تاني. يبقى انت عايز هنا اهوت قد ايه؟ متر و30 اللي هو ايه هيصفي معاك على متر، وال30 سنتي اللي باقيه معاك هنا اهوت هتاخدها بتاع 40 سنتي تاني. يبقى انت عايز 170 سنتي عشان تقفل الجزئيه دي، عشان تقفل الجزئيه دي. نسيت اقول لك ان انت لما تكشكش طول غير لما تكشكش عرض. يعني انا وريت شكل الكشكشه بالطول، طب تعالى نكشكشها كده بالعرض نشوف الشكل ايه الفرق ما بينهم.
بتديك نفس الكشكشة بس بتبقى ايه شكلها منبعجة شوية. شكلها ايه منبعجة شوية. يبقى انا دلوقتي خلاص يبقى انا عايز ان هو قد ايه تاني؟ عايز 100 وكام؟ 170 سنتي عشان تقفل معايا الكلام. ارجو ان الكلام اللي انا بقوله دوت يكون مفهوم كويس جدا. تمام؟ كده يبقى انا عملت لك الاسك، ركبته لك هنا. ماشي؟ اديت لك الفكرة اللي انت هتصمم عليها بقية ايه؟ الجيبة معاك. يبقى انا هقطع بقى 170 سنتي وكشكشه وابدأ اركبهم في ايه؟ في الجزء التحتاني كده. تمام؟ هنوقف الفيديو دوت برضو على كده. يبقى احنا دي تالت فيديو في الجيبة ديت. الفيديوهات بتاعت الجيبة ديت مهمة جدا عشان تعرف انت بتصفي القماش معاك ازاي. تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب. الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بطلبه من حضراتكم. ماشي؟ وبكلام ممكن احنا بنقوله وخلاص. ماشي؟ مالوش صدى عند كتير منكم. بس احنا ايه؟ بنقول اللي علينا عشان نخلص ذمتنا من ربنا سبحانه وتعالى في الاوقات ديت. تمام؟ لما بقول لك ان احنا عايزين نوصله لاكبر عدد من الناس، للاسف ان الكلام دوت ما بيحصلش. ماشي؟ بس ايه؟ طالما انا بعامل واحد بس وهو ربنا سبحانه وتعالى فما يفرقش معايا العبد في حاجه. الدلع على الخير كفاعله. ماشي؟ ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه القناه ديت. واتضح برضو ان ده كلام برضو ايه بيتقال في الوسع وخلاص. ماشي؟ الدلع على الخير كفاعله، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضراتكم احنا هنقف لغاية هنا على اساس ان الفيديو ما يطولش مننا ويبقى فيه تشعب في المسألة نفسها، وهنكمل في الفيديو اللي جاي هنكمل على المكان اللي احنا وقفنا فيه بالظبط ان شاء الله. يعني هربط لكم ما بين الاثنين وبعض، بس على اساس ايه؟ ان كم المعلومات اللي انت بتبقى واخدها في فيديو واحد لو تراكمت على بعضها هتبص تلاقي ان انا ايه مش قادر استوعب اي شيء. فنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب. الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بيكون من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه ان شاء الله. الدلع على الخير كفاعله، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الاشتراك في القناه البديله، الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.